السلام عليكم يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بين صديقين مجدي و يونس، استني يا عشان عايزة ابعت. استني يا فاضل لي سؤالين. ماشي يا آدم، عادي ابعت. انا بشرح عادي، ابعت اكل اخر الحصة تبعت الامتحان. رحلة الشوكولاتة بين صديقين اسمهم مجدي ومرور. الاتنين كانوا رايحين في رحلة مدرسية للأهرامات وكانوا قاعدين جنب بعض، فبيتشاركوا الأكل مع بعض الطعام. فراح مراد عزم على مجدي واداله شوية بطاطس من اللي مامته عاملاها. راح مجدي ادى لمراد قطعة شوكولاتة. راح مراد قال له: ايه ده، انت عرفت منين انا بحب الشوكولاتة دي؟ قال له: انت نسيت، انا شفتك المرة اللي فاتت في الرحلة اللي فاتت وانت بتتناول الشوكولاته دي، عشان انت بتحب تتناول دايما في رحلات الشوكولاته دي، فانا عارف ان انت بتحبها فانا جبتها معايا. وكان فرحان جدا، اول ما خد منها حته حس ان هو في سعاده غامره وان هو لف العالم كله. فمجدي استعجبه كده وقال له: ازاي يعني انت خلاص من حته شوكولاته حسيت بالسعاده دي كلها ان انت لفيت العالم كله؟ اه طبعا. قال له: اه انا لفيت العالم كله عشان الشوكولاته بتيجي تصنيعها بتلف فعلا العالم كله. الأول بتبقى مرحلتها بتبقى جاية من الكاكاو، من بذور الكاكاو. الأول بيجيبوها من شجرة الكاكاو زي ما احنا شايفين، أول مرحلة كده أول صورة بتبقى شجرة الكاكاو، ياخدوا منها البذور ويسخنوها ويتركوها في الشمس اللي تجف زي ما احنا شايفين كده، تخمر الأول، بعد كده يسيبوها لغاية ما تجف في الشمس. بعد كده بيودوها بيتحول لونها بعد كده للبني، ويودوها بعد كده للمصانع. المصانع بعد كده تعمل لنا منها الايه، الشوكولاته. وبيقول لي كمان مش نفس المصنع اللي ممكن يعمل لنا الكاكاو هو نفس المصنع اللي يعمل لنا الشوكولاته، ممكن المصنع ده يعمل لنا كاكاو ومصنع تاني خالص يعمل لنا الشوكولاته، وممكن مصنع تالت اصلا في بلد تانية يكون عمل لنا هو مثلا المكسرات اللي بتبقى داخل الايه، الشوكولاته. مش احنا ساعات الشوكولاته دي شوكولاته بالبندق، شوكولاته بالفستق، شوكولاته باللوز، ممكن اي شوكولاته باي مكسرات احنا عايزينها. فيبقى ممكن مصنع يبقى للكاكاو ومصنع تاني اصلا في بلد تانية هو اللي بيعمل لنا الشوكولاته، ومصنع تالت خالص في بلد تالتة خالص هو اللي عامل لنا ايه، المكسرات. فكده الشوكولاته بتلف حوالين العالم لغايه ما تجي لنا على هيئه شوكولاته احنا بناكلها بقى، بالبندق، شوكولاته ساده، ناكلها زي ما ناكلها. يبقى عشان كده بنقول الشوكولاته بتلف حوالين الايه، العالم كله. راح قال له مجدي، قال له: ده الموضوع ده مثير للاهتمام فعلا، وانا شفت فعلا العالم كله بتلف فيه الشوكولاته. قال له: انا خلاص لما اكبر انا عايز اتمنى ان انا ابقى صاحب مصنع. راح قال له: كمان انا كمان هبقى شريك ليك. مراد قال له: انا كمان هبقى شريك ليك في المصنع ده. والاثنين ضحكوا. طب هما كده الاثنين شركاء ليه؟ لان احنا لسه قايلين الشوكولاته بتلف حوالين العالم كله وفيها تكامل بين البلاد وتشارك بين البلاد، فعشان كده هما الاثنين عايزين يتشاركوا، يبقى في بينهم ايه، تبادل. يعني بسبب الشوكولاته قلنا يبقى ممكن مصنع ينتج الشوكولاته ومصنع تاني في بلد تانية خالص يعمل لنا المكسرات، ومصنع تالت خالص يعمل لنا الكاكاو اللي بتصنع منها الشوكولاته. عشان كده قلنا الشوكولاته بتلف حوالين ايه، العالم. يبقى كده الشوكولاته فيها تبادل ايه، دولي بين بين البلاد. طيب تعالي كده نقرا الدرس بسرعه. يلا يا آسر، أول قطعة. حاضر يا مس، بسيارة المدرسة في طريقنا إلى الأهرامات، كان كل منا قد أحضر بعض الأطعام التي يحبها ليتناولها في الرحلة. حضرتك اشتغلت دايما وابعت على طول. قلت انا ببعت بس مش استمع المعلم، استمع للشرح من المعلم ولا لي؟ يا شباب يا شباب، اللي كروي في الوايفات بس اللي بيقرا بس هو اللي توفير يتكلم. الوقت وسهولة التواصل. استمع، استمع نقط من يا المعلم شباب جيدة. ممكن نقفل كلنا المايكات؟ استمع للايه، عمر اقفل المايك انهي عمر. واحده فيه دي لي للشرح ولا لل كمل ياس. بجوار صديقي مجدي متشارك بعض الأطعمة
فأعطيناه بعض الرقائق البطاطس التي عدتها لي أمي، لكنه أعطاني قطعة شوكولاتة، ففرحت جدا وسألته كيف عرفت أنني أحب هذا النوع من الشوكولاتة، وقال لي لا ألا لا تتذكر؟ تتذكر يا مراد، فلقد رأيتك تأكله في رحلة سابقة. يبقى قلنا الاتنين صحاب وهم رايحين في رحلة المدرسية للأهرامات، شاركوا مع بعض الطعام. مراد اديله بطاطس ومجدي اديله قطعة شوكولاتة اللي بيحبها مراد وبيتناولها دايما. يلا تاني قطعة يا شام. يلا يا ماسي، هامتحني ما وصلكيش. ابعت على الخاص يا يوم، لا ما وصلنيش، انا ببعت بس بيقعد يحمل معرفش ليه. يبقى عشان النت عندك بطيء شوية. هي حمد دلوقتي، طيب كملي يا شام يلا. فأخذت قطعة منها ووضعتها في فمي وغمضت عيني وأنا أتذوقها بتلذذ، ثم قلت أنني حين أتناول قطعة من الشوكولاتة أشعر بسعادة غامرة، كأنني أرى العالم كله أمامي. فتعجب مجدي من كلامي، وقلت له مبتسما نعم، فالشوكولاتة مصدر للطاقة والسعادة، ولكن علينا ألا نكثر منها. وكذلك فرحلة صناعتها رحلة طويلة تلف العالم كله. شكرا يا شام. يبقى زي ما شام قالت لنا، احنا اول ما مراد خد الشوكولاته في فمه حس ان هو بسعاده كبيره جدا، كأنه هو رأى العالم كله قدامه. طبعا مجدي متعجب منه، قال له ليه؟ راح قال له عشان هي الشوكولاته هي مصدر السعاده وهي اللي بتدينا طاقه، بس ما ينفعش ان احنا نكثر منها. فطبعا ده يعلمنا ان الاعتدال في الشوكولاته، ما ينفعش اكتر منها جدا عشان ما يحصلش تسوس في الاسنان، ما يحصلش اي مرض، لازم كل حاجه يبقى فيها اعتدال. وقال له رحلتها ان هي طويله جدا بتلف العالم كله. فيقولوا بقى رحله الشوكولاته. يلا يلا يا ايثار. حضر يا مس، رد مجدع عابرا وتشوق، أحكي لي عن هذه أحكي لي عن هذه الرحلة. أجاب مراد، الشوكولاتة تصنع من مادة الكاكاو التي يستخرج من ثمار شجر الكاكاو بعد أن يتم تسخين بذورة لدرجة حرارية محددة، تترك بضعة أيام حتى تتخمر ويتحول لونها إلى اللون البني المعتمد للكاكاو، ثم تتجفف الحبوب بالشمس ويتم إرسالها لمصانع إعداد الشوكولاتة. شكرا يا صور. يبقى قلنا المراحل، اول حاجه بتبقى البذور بتاعت شجره الكاكاو، بعد كده بنروح نسخنها ونستخرجها على درجه حراره معينه. بعد كده بيتحول لونها للبني، بنخمرها شويه وبعد كده بنخليها تجف بس في الشمس. بعتلك اللي تمام يا محمد. بنخليها تجف في الشمس، بعد كده بنوديها المصانع. بتبقى كاكاو، وفي مصانع تانية بتاخد الكاكاو ده وتخليه ايه، شوكولاتة. عشان كده بنقول ان هي بتلف حوالين العالم كله. اخر قطعة يلا يا يوسف مراد. حاضر. المثير للاهتمام أن الدولة رئيسة منتجة الرئيسية المنتجة، للكاكاو لا تعد مراكز رئيسية رئيسيا لصنع الشوكولاتة. رئيسة فيه تنتج في بلدنا وتصنع بيننا بلادنا آخر بلادنا آخر والمكسرات والمكسرات التي هي المكسرات التي توضح بداخلها تأتي من بلاد مختلفة. أحيانا
أحيانا لذا أرى العالم فيها أبتسم مجددا مجدي مجدي وقال كم أنتما أن أتمنى أن أصبح أصبح مالكا لمصنع شوكولاتة. ضحك مراعي وقال وأنا شريكة في هذا المصنع. ويقطع الحديث صوت المعلم قائلا لقد وصلنا فرحنا ونزلنا. كان نبدأ رحلتنا الممتعة. ماشي، شكرا يا يوسف. يبقى قلنا المثير للاهتمام إن ممكن الدولة المنتجة للكاكاو تبقى بتنتج الكاكاو كتير، لكن مش هي نفس الدولة اللي تبقى منتجة للشوكولاتة. ممكن تبقى دولة تانية خالص، بلد تانية خالص هي اللي بتبقى رئيسية أو منتجة، عندها إنتاج كبير في الشوكولاتة. يبقى مش نفس الدولة اللي تبقى منتجة للكاكاو كتير يبقى هي نفس الدولة اللي تبقى منتجة للشوكولاتة. مش احنا قلنا مش نفس المصنع اللي بيعمل الشوكولاتة هو نفس المصنع اللي بيصنع الإيه؟ الكاكاو. وكمان مش نفس المصنع او البلد اللي بتبقى منتجه فين في المكسرات. يعني ممكن الاقي بلد جدا مشهوره بالشوكولاته، بلد تانية مشهوره بالكاكاو، بلد ثالثه مشهوره بالمكسرات. فعشان كده بنقول الشوكولاته بتلف حوالين ايه، حوالين العالم. وفي الاخر قلنا مجدي اتمنى ان هو يصبح يبقى عنده يبقى مالك لمصنع الشوكولاته، ومراد قال له انا كمان هبقى شريك معاك في هذا المصنع. وفي الاخر وصلوا للرحله بتاعتهم اللي احنا قلنا ان هم رايحين في رحله الايه، الاهرامات. تعالى نقرا المعاني مع بعض. يتناولها السمكة يأكلها رقائق قطعة غوش صغيرة غامرة قطع هشة صغيرة بالغة عجالة استعمال استعمال بضعة على من ثلاثة إلى تسعة تجفف تنشف نشف. ماشي، جوار جانب عددتها حضرتها 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 مصدر حضرتها منبع تشوق رغبة رغبة شديدة تتخمر تنتفخ 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 الرئيسية الأساسية الأساسية نتشارك نتقاسم نتقاسم تلذذ متاع تلف تدور يستخرج يأخذ يؤخذ المعتاد المألوف يقطع يلغي. طيب كلمة مضادها بجوار بعيدا عن غامرة كثيرة تسخين تبريد الرئيسية التعليم بس أنا عاوزة مصحف مسكر تنسى عجالة تمحل المعتاد الغريب شريك منافس منافس أغمضته فتحت تشوق ملل ملل تجفف مبلغ الممتعة ملل مملة مملة. تمام، هنحفظ المعاني يا شباب ومضاد عشان هسأل في المرة الجاية. لسه الأسئلة واحنا حلوة ولا لأ؟ إيه؟ ممكن يلا على ايه، ظبط يلا يا ميرون. الحال كانت رحلة إلى المدرسة، كانت رحلة في الصفحة المدرسة إلى كام؟ الأهرامات. الأهرامات ممتاز. صفحة ثانية أشوف 284. يلا يا مالك، رقم 2. هذا المسيح يعرف يعرف مجدي أن مراد يحب الشوكولاتة. ممتاز.
يلا يا حمزة، رقم 3. عندما يتناول مراد بالشوكولاتة يشعر بالسعادة. ممتاز. يا ناس، انت عارفة اللي كان ده؟ يلا يا آدم، رقم 4. آدم، طب يلا يا تيم، رقم 4. ماشي يا ماشي. بعد سبين بذور الكاكاو تترك عدة أيام حتى تتخمر. ممتاز، تخمر، بنسيبها لغاية ما تتخمر، ماشي، يعني ايه مش تتخمر؟ بنسيبها تختمر يعني، بتقعد وقت كده عشان تتخمر، زي ما بنقول كده، بتسيب الكيكة تتخمر شوية. يلا يا هدى، رقم 5. رقم 5 يا هدى، أمنية مجدي أن يملك إيه؟ أمنية مجدي كان عايز يبقى عنده إيه؟ الآخر. هاي يا هدى، كان عايز في الاخر يبقى عنده مصنع للشوكولاته، قال انا عايز اما اكبر يبقى عندي مصنع شوكولاته، حتى مراد قال له يبقى شريك معايا. يلا يا يوسف، مراد يحضر، يحضر مراد الشوكولاته في كل رحله مدرسيه. ايه صح. ممتاز. يلا يوسف، عصام البندق واللوز من المكسرات التي توضع داخل الشوكولاته. ممتاز. يلا يا هشام، الدول التي تزرع الكاكاو هي أكثر الدول إنتاجا للشوكولاتة. خطأ يا بنتي، خطأ، قلنا صح. دي لا، الخطأ زي ما انت قلتي خطأ، دي بتبقى دول ودي بتبقى دولة. يلا يا إيثار، عملية إنتاج الشوكولاتة دليل على التكامل والتبادل التجاري بين الدول. حاضر. صح، ممتاز. هنحل بقية الصفحة دي، واجب نشاط د وهاء، ومعانا الصفحة اللي بعديها كمان واجب، مش عارفة بس كل الصفحة اللي بعديها صفحة 200 اهي، 285. بس عادي تكون بالصفحة 285. هنحل 285 وباقي صفحة 284 يا شباب. مش عادي ما نحل 284 بقيتها. لا مش عادي، نحل الصفحة ونص، انا كنت عايزه اديكم كمان صفحه كمان عليها، انا قلت صفحه ونص بس. نعم يا مصنع، اننا عندنا امتحان. ايه عندنا صفحه ونص بس واجب يا شباب، ده كلها اختيارات سهله جدا، صفحه 285 ونص الصفحه اللي احنا سايبينها دي 284، نشاط د ونشاط ه، صفحه ونص. ماشي، عشان الحصه خلصت، عشان عندي حصه ثانيه. الله، عايزين حاجه يا شباب؟ عمر انت لسه ما سلمتنيش، ابعت لي الامتحان. مس، انت عندك يا مس صف خامس بعدنا؟ عندي اقصد صف سادس. يلا السلام عليكم. اخويا فيها، على السلام. عليكم السلام.